يقول لماذا سميت فاطمة بالزهراء أو البتول، وهل صحيح أنها لم تكن تحيض؟ إنه الإشكالية الغلو، الغلو عند البعض، يعني في بعض الناس، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعضهم غلا فيه، يعني بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مثلا، ممكن أنه ولد مختونا، لم يذكر أنه ختن صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لم يذكر أنه لم يختن، لكن ولد مختونا ليش؟ قال والله الله سبحانه وتعالى ولده أوجده هكذا. قالوا الرسول ليس له ظل، لماذا ليس له ظل؟ قال حتى ما يدوس أحد على ظل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو، النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته ورمي بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، ووضع سل البعير بين كتفيه وخنق حتى كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم. شو قضيتنا لا يداس ظله؟ هذا غلو، هذا غلو ومنهي عنه. وكذا دعوى أن علي ولد في الكعبة، فاطمة لا تحيض، كل هذا من الغلو، يعني يريدون أن يعظموا هؤلاء الأشخاص فيزيدون من عندهم أشياء. طيب علي ولد في الكعبة وبعدين؟ أنصح هذا وبعدين؟ بل في ظني أنا أن هذا لا مدح فيه أصلا، بل هو ذم. الكعبة في ذلك الوقت مليئة بالأصنام، في وقت ولادة علي الكعبة تحت قيادة الكفار، ولما فتح النبي مكة كان حول الكعبة وفوقها وداخلها 360 صنم. فهذا بالعكس، هذا ذم لعلي أنه ولد في الكعبة بين الأصنام والعياذ بالله. أول قصة لم تثبت، ثانيا ليس فيها مدحا، ثالثا هذا ليس فيه يعني حتى تنزيه للكعبة، المرأة إذا ولدتكم عدم النفاس، ثم رابعا هذا الوقت أي واحد تدش الكعبة وتولد فيها، يعني شو الفضيلة يعني في هذا؟ هذا من الغلو. كذا قلنا فاطمة لا تحيض رضي الله عنها، فاطمة متزوجة وعندها أولاد وعندها 4 أولاد، عندها زينب أم كلثوم والحسن والحسين، كيف ما تحيض؟ كيف تلد تحمل وهي لا تحيض؟ غلو فاطمة رضي الله عنها. وأما قضية تسميتها بالزهراء أو البتول، أولا نقول يعني هذان الاسمان ليسا ثابتين، يعني لم يسميها النبي بالبتول ولا سماها بالزهراء صلى الله عليه وسلم، لا يعرف هذا الاسم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا البتول ولا الزهراء. لكن نريد أن نقول أن فاطمة رضي الله عنها لم ترتفع درجة بهذين الاسمين، بل والله الذي لا إله إلا هو إن هذين الاسمين ارتفع درجة بنسبتهما إلى فاطمة، يعني هي شرفت هذين الاسمين ولم يشرفاها، هي يكفيها أنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. فأما هذان الاسمان فهما لم يعرفا في زمن النبي، ولم تعرفهما فاطمة ولم تسمع بهما رضي الله عنها، بل الصحيح أن هذين الاسمين يعني من أيام الدولة الفاطمية، يعني بدأ يطلق هذان الاسمان على فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. على كل حال يعني تستاهل هذين الاسمين وأعظم من هذين الاسمين، لكنهما لم يثبتا عنها رضي الله عنها. نعم.